فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. 19 المباراة ال 24 في السنوات العشر الأخيرة، الحديث عن سنوات الاحتراف بالنسبة لمواجهات الفريقين على مستوى بطولة الدوري هي برسم المباريات الرقم 20 في كل الحالات. الانتصارات كانت حاضرة بين كلا الفريقين، وبالحالات الحالية الحديث عن تواجد الفريقين على مستوى بطولة الدوري الجزائري التنافس موجود بالنسبة للوفاق العائد من معسكر إسباني جيد بالتحضير للقسم الثاني للدوري الجزائري لكرة القدم بالاتحاد. لمس المرمى محمد لمين زي ماموش من خلال بداية أحداث هذا اللقاء. الاتحاد على يسار الشاشة، أولاد البهجة أوليد الفيراج الحمراء والسوداء. كبير يتألق، الكبير في التصدي حاضر، ومثل ما شاهد الجميع قبل قليل إلى ألتراس الحاضرين خلف المرمى إلى بيلا ستاريا الألتراس انفيرنو الجلاديتور كلها محاولة المرور. تفقد الكرة من حساب الدغشة، كان يحاول المهاجم هداف الفريق هذا الموسم برصيد 5 أهداف في مقدمة الصفوف في مباراة الليلة، وإلى جواره مالك توري وإلى جواره 3 نقاط. الصحف وصفتها أكثر من 3 نقاط، 7 نقاط، 6 نقاط، الفوز في مباراة الليلة، تقدم أكثر للأمام، الوصول إلى في المواجهات الأفريقية بين جنوب أفريقيا كان مختلفا عن الوفاق الذي استغل الموقف وعمل معسكر. لعبة الكرة بالرأس، الله، أصحاب المعسكر كادوا أن يسجلوا أول الأهداف، لكن الكرة في نهاية المطاف ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت فرصة التسجيل، هذا هو اللي يخاف منه في دفاع الاتحاد، هذا هو اللي يخاف منه الليلة في دفاع الاتحاد. الحديث عن اللاعب المالي مالك توري كاد أن يسجل. فرق التنافس الحاضر والتنافسية الكبيرة، هنا محاولة التوغل، حكم باراشيكول، صافرة وخطأ، يتحصل على خطأ. شوف محاولة التقدم، الوصول إلى منطقة الجزاء، والعرقلة حاضرة، هنا محاولة المرور كانت موجودة، وخيراوي أيضا موجود. لعبة الكرة وفي نهاية المطاف خارج أرضية الملعب. الآن كان يلعب في نادي مدينة وهران، هنا الكرة ذهبت إلى خارج الملعب، اتحاد مدينة وهران، وبعد ذلك الاتحاد حراش، ومنها إلى اتحاد العاصمة وعرفت الحاضرة. هنا الهجوم، التمرير البينية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، تسديدة ما زالت قائمة، وسيطر الكرة في نهاية المطاف من عبد الرحيم حمراء. يلعب وفوزة طبعا ببطولة الأفرو آسيوية، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، بوصوف يلعب كرة عكسية تبعد من الدفاع بالرأس، الكرة ما زالت قائمة، الدخول بهذه الطريقة وبعد ذلك صافرة وخطأ. تراوي لعبت الكرة طويلة، بوصوفة وخروج لحارس المرمى لبوصوف، ومن ثم إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس المطالب بخطأ لصالح إسحاق بوصوف، من توري لإسحاق بوصوف، وبعد ذلك شوف دخول لحارس المرمى محمد لمين زي ماموش، ولا أقوى مدافع، دخول بهذه الطريقة الدفاعية القوية، ومن ثم محاولة التمرير، الضغط على حامل الكرة مستمر، التقدم، التوغل، ينجح في خطف الكرة، ينفرد في المنطقة، حكم مراشي يقول ما في أي شيء، حكم المباراة يقول ما في أي شيء، طار من الدفاع، هجوم لصالح وفاق الصيف، بدنا نشوف لعب رتم أسرع، هجوم هنا وهناك، التقدم الآن، الانطلاق عبر الجهة اليمنى، المرور، التسديدة خطيرة، ما زالت قائمة، الهدف الأول، يا سلام يا زي ماموش، الكابيتانو يتألق. هل موقف أبقى النتيجة 0-0؟ بوصوف يحاول، هنا الكرة داخل منطقة الجزاء، لعبها سريعة لكن حارس المرمى، وردة الفعل التي تحسب بالنسبة لحارس مرمى فريق نادي. هناك لاعبين، تترك الكرة في نهاية المطاف، تراوي أحدهم، اللعبت بهذه الطريقة حلوة عبر الجهة اليمنى العكسية، الله، جول أول لوفاق سطيف، أول أهداف في المباراة، هدف
من أجمل ما يكون للكحلة والبيضة. حتى حاجة عليك ما تباعدني والكحلة من فوتوها فوتنا معاك انتذي صالي عايشين حياتنا فيها. شوف العادة هبا حول وحلوة حلوة حلوة. أول أهداف المباراة لصالح الوفاق يضرب من خلال إحداث هذه المباراة قبل الذهاب إلى حجرات الملابس أول الأهداف يسجل. لكن شوف شوف الكرة واحدة من أجمل الأهداف التي من الممكن أن تشاهدها في عالم كرة القدم. كرة لعبت 1 و 2 و 3 ثم على الطائر سجل من خلالها أول أهداف المباراة اللعبت بهذا الشكل. عادت العكسية وعلى الطائر على الطائر. يا السلام يا سلام أول أهداف المباراة حسين العريبي على الطائر من جملة فنية لعبت من ركلة حرة انتهت بكرة عكسية العريبي سجلها بشكل جميل في شباك الحائط. وهنا ضربة حرة تسدد الكرة تصطدم الحائط عاد من جديد على الطائر عالية جدا إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. هنا ملعب 8 من مايو بالنسبة لنصور الهضاب العالمي الفريق الذي توج بطلا لأفريقيا في مناسبتين في المناسبتين كان حاضرا متألقا الفريق الذي تواجد في مونديال الأندية 2014 في المغرب فريق نادي وفاق سطيف الفريق الذي عودنا على لعب كرة القدم. بالنسبة لي عبد الرحيم حمرة لولا أن تلاحق عليها ولعب بالرأس خطيرة الانفراد الله جول يا كبير يا الوفاق الليلة للدكة حسام الدقة الشاع سجل الهدف الثاني لمصلحة الوفاق جعل من النتيجة 2-0 يسجل من خلال هذه المواجهة سادس هدف هذا الموسم. لكن شوف في ظل غياب المدافعين يسجل كينكو غايب في هواها ننسى هموم الدنيا عينيك تشوفها كل شيء يضوي عليا هكذا هو الوفاق هكذا هو العالمي. حسام الدقشة يحلق بنصور الهضاب عاليا ويضرب في شباك الاتحاد بإصابتين مقابل لا شيء هدف منه وهدف عن طريق العريبي. لكن شوف حلوة حلوة التمريرة من وسط الملعب لكن أين المدافعين أين الغائبين عن الكرة الماضية وين رضوان الشريفي وين رضوان الشريفي أين المدافعين أين قلب الدفاع كيف يترك هذا خلف المدافعين بهذه الطريقة يا رضوان يا شريفي ترك خلفه مباشرة لاعب لا يترك سجل وجعل من النتيجة هدفين مقابل هذه المباراة ركلة ركنية لمصلحة وفاق سطيف. أنت تتكلم عن التغيير الذي حدث مع هذا الرجل بعد خير الدين مضوي الذي أقيل في أكتوبر الماضي وكان وقت الوفاق في 12 الآن يتجه الوفاق إلى فوز رابع وممكن تكون ثلاثة الله الله يا الوفاق امتع جماهيرك وامتعني وامتع الجميع بما تسجل من أهداف في هذه المباراة صارت 3-0 صارت 3-0 لمصلحة وفاق سطيف سجل سجل وأتى الاحتفال خارج أرضية الملعب هو اللي مرر كرة الهدف الثاني وهو اللي جعل النتيجة 3-0 قدوسي. شوف الإعادة من الركنية ذهبت من الجميع وبعدت بهذه الطريقة هوبا استلم على طول وسدد يا سلام يا سلام مباراة رائعة جميلة خيالية بالنسبة للوفاق يسيطر من خلاله على كل الأمور وحارس المرمى لا يلام زيما موش ما يلام زيما موش ما يلام شو يسوي مع مثل هذه الكرات على الطاير وتسديدات من داخل منطقة الجزاء تجعل من النتيجة كرة جميلة من جانب وفاق سطيف لاعبوه من خلاله أكدوا تفوقهم سيطرتهم على الأمور في أرضية الملعب عادت الكرة من جديد يبحثون عن مزيد من الأهداف تسديدة زيما موش على دفعتين الافلامات بدأت ترتفع في سماء الاستاد في جهة جمهور وفاق سطيف الجمهور المحتفل
في الانتصار ثلاثي الألوان. الله على هكذا منظر، هذا اللي انت تشوفه وتصمت من خلاله، لكن لما تأتي الصورة عليه هنا التسليم يسجل ثلاثة أهداف قد تصبح أربعة في ظل الغياب الدفاعي. الوصول في منطقة الجزاء دغمومي راوغ خطيرة يسدد خارج أرضية الملعب. الجري في المساحات هو الذي يتقنه لاعبو فريق نادي وفاق سطيف فيما تبقى من المباراة. خرج مالك توري وإسحاق بوصوف وأصبح دغموم وسعيدي وقش صاحب الهدف الثاني حاضرين في الثلث الأخير من الملعب في الهجمات المرتدة.